لكن شنو معنى الأحزاب؟ هسا احنا نريد نعرف شنو معنى الأحزاب، يعني لماذا أطلق عليها غزوة الأحزاب؟ اي نعم، يعني اللي أرجو أنه ما تفهموا أنه الأحزاب هي أحزاب سياسية، وإنما مجموعة من القبائل. القبائل هاي مثل قريش، مثل غطفان، مثل فزارة، بنو أسد، بنو سليم. هذه الأحزاب استطاعت قريش أن تجمعها وتوحد كلمتها ضد الإسلام أو ضد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. فبدلا أن تقاتل قريش وحدها، أصبحت هناك مجموعة من القبائل لقتال المسلمين. يعني إذن الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية توحدت بقبائلها، توحدت بقبائلها لقتال المسلمين، وعلى رأسهم قائدهم النبي صلى الله عليه وعلى. بالمناسبة أنه أكثر الأسباب رجحاناً أو أكثر الأسباب معقولية لقيام مثل هكذا غزوة واجتماع العرب كان بسبب اليهود، لأنه النبي صلى الله عليه وعلى آله عندما أجلى بنو قينقاع عن أمكنتهم في المدينة أو في مدينة الرسول، وكذلك أجلى بنو النضير أيضا عن أمكنتهم في ضواحي المدينة، هؤلاء لم يسكتوا، لأن ذولا خسروا جميع ما يمتلكون، مو مسألة أموال ولا مسألة يعني سكنهم. هم كانوا من قديم الزمان قبل الأوس والخزرج كانوا يسكنون هذه المدينة، خسروا مدينتهم، خسروا موقعهم، خسروا تجارتهم، خسروا أعمالهم داخل المدينة، مما حدا بهم أن يستخدموا صفة النفاق. وطبعا النفاق هذا من شيم اليهود. الآن تشوفون بالعالم اليهود، يعني هسا احنا دنعاني لحد يومنا هذا مشكلة إسرائيل. يعني الآن الشرق الأوسط بأجمعه ديعاني من هذا الكيان العنصري المقيت، وكل الحروب اللي صارت بالشرق الأوسط ما بما يسمى بالربيع العربي، وهو ليس ربيعا وإنما خريفا، هذا كله صار بسبب إسرائيل. كل يعني هناك خطة لتفتيت المجتمع الإسلامي أو المجتمع العربي من أجل أن تبقى إسرائيل قوية وتستطيع السيطرة على الجميع. نرجع إلى موضوعنا، هؤلاء اليهود بدأوا بتحفيز القبائل العربية ولا سيما قبيلة قريش من أجل قتال المسلمين، حتى إن بعض المؤرخين يروي لنا بأن هناك محاورة أو حديث دار بين قريش ويهود بن النضير، عندما سألتهم قريش ليهود بن النضير هل إن ديننا أفضل من دين الإسلام؟
وهو دين قريش شنو؟ الأصنام. يعني دين دين الوثنية. فأجابهم اليهود نعم، صوروا هم أهل كتاب، اليهود أهل كتاب، وفي وتملقا لقريش يقولون لهم بأن دينكم يا وثنيون أفضل من دين الإسلام، على الرغم من أنهم موحدين. إذا اجتمعت مجموعة من القبائل كما قلنا، من قريش إلى فزارة إلى بنو سليم إلى أسد إلى آخره، اجتمعت هذه القبائل لتشكل ائتلافا أو حلفا بما يسمى بالأحزاب أو غزوة الأحزاب، والتي أيضا يطلق عليها غزوة الخندق، لأن المسلمين قد حفروا خندقا آنذاك كما سنفصله الآن. عندما جاءت عيون، احنا قلنا العيون بمعنى الجواسيس أو بمعنى الاستخبارات في المصطلح الحديث، عندما جاء عيون المسلمين اللي كانوا يرقبون العدو جاءوا للنبي وأخبروه بأن هناك حملة قوية وكبيرة عددها حوالي 10,000 رجل قادمة إلى المدينة لحربكم، لحرب المسلمين. بهالحالة ماذا يفعل المسلم؟ يعني العدد 10,000 رجل لم يسبق للمسلمين أن قاتلوا هذا العدد، أكبر عدد قاتل المسلمين في غزوة أحد 3,000 مقاتل أو رجل، يعني 10,000 حوالي 4 أضعاف حوالي عدد المسلمين. لذلك لا يمكن أو ليس هناك من قدرة عند المسلمين لقتال هذا العدد الضخم من المقاتلين. لذلك اقترح عليه الصحابي الجليل سلمان الفارسي أو سلمان المحمدي فيما بعد، هذا الرجل الصحابي الجليل اقترح عليه بحف خندق. قال له: يا رسول الله، كنا عندما كنا كافرين في فارس كنا إذا داهمنا عدو ليس باستطاعتنا قتاله نستخدم الخندق هذا ونحاول أن نعطي صورة مبسطة بالرسم للخندق الذي حفره المسلمون وللتخندق اللي قام به المسلمين والعدو واتجاهاته. احنا عندنا المدينة على فرض انه محاطة بالتلال، هاي تلال المدينة محاطة بمجموعة من التلال، ليست جبال بالمفهوم هذا، يعني مو جبال عالية وإنما تلال، بس كانوا العرب أو المسلمين يسموها جبال، يعني جبل أحد جبل، فهي مفتوحة سهل منبسط من الأمام ومن الخلف. تم حفر خندق بهذه الصورة. تم حفر الخندق بهذه الصورة، طوله حوالي 5 كيلوات، ما بين 5 كيلوات إلى 5.5 كيلوات، يعني حوالي 5,500 متر طول الخندق.
أما عرضه فحوالي 5 أمتار، حوالي 5 أمتار، وعمقه حوالي أيضا 5 أمتار، وعمقه حوالي 5 أمتار. إذن طول الخندق من 5 إلى 5.5 كيلومتر، وعرضه حوالي 5 أمتار، وعمقه أيضا حوالي 5 أمتار. كان هناك تل أو جبل، جبل صغير اسمه جبل سلف. المسلمين كان تواجدهم في هالمكان، وضعوا ظهورهم على جبل سلف كما حدث في معركة أحد، عندما أعطوا ظهورهم إلى جبل أحد نفس الشيء ليحميهم. بالمناسبة سمع الرسول قبل بداية القتال أو قبل الاشتباك مع العدو، سمع الرسول بأن هناك نية ليهود بنو قريظة الذين بقوا لحد ذلك اليوم، بقوا ولم يجلوا، اللي أجلاه الرسول بنو النضير وبنو قينقاع. عرف الرسول أن هناك نية لبنو قريظة أن يساعدوا العدو ويقوموا بالهجوم من الجهة الأخرى، أي من خلف المسلمين، أي أن يقتحموا بيوت المدينة. وأنتوا تعرفون يعني بيوت المدينة بعد أن خرج الرسول بجيشه من المدينة إلى أطراف المدينة، لم يبقى في المدينة سوى النساء والأطفال والشيوخ. يعني بمعنى أنه اليهود كان في نيتهم ذبح النساء والأطفال أو سبيهم. هذا من أي؟ من خلف، من خلف أو من ظهر المسلمين، وبذلك تتم المؤامرة. العدو يأتي من الأمام ويقوم اليهود بنو قريظة بمهاجمة المسلمين من الخلف وعن طريق المدينة بنفسه. فحاول النبي صلى الله عليه وعلى آله حاول التأكد من ذلك بأن أرسل رجلين كبيرين، هما سعد ابن عبادة الذي كان زعيما للخزرج، وسعد ابن معاذ الذي كان أيضا زعيما للأوس. أرسلهم إلى المدينة، إلى ضواحي المدينة، ليتعرف عن خطط اليهود اتجاه هذه المعركة. فلما وصل هناك وتحرى الأخبار، تأكد بأن هذه المسألة صحيحة، يعني أن اليهود يريدون أن يتآمروا على المسلمين، وذلك بمساندة عدوهم منه الأحزاب. وجاء الرسولان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأخبر الرسول بأن هذه الأخبار صحيحة 100%. طيب، يعني إذن أصبحت المسألة معقدة جدا على المسلمين. يعني المسلمين من حفروا خندقا راح يتقون العدو القادم من الشمال اللي هم الأحزاب، لكن كيف يستطيعون الوقاية من العدو الداخلي؟ هذا العدو هو من بينهم اللي هم ساكن وياه. فإذا حاول النبي صلى الله عليه وآله أن يجد حلا لهذه المشكلة،
فلم يجد بدا إلا الحيلة. أحد الرجال المشهورين بالدهاء والحيلة وهو نعيم بن مسعود. هذا الرجل كان قد أسلم قريبا، يعني استوى دخل الإسلام، نعيم بن مسعود، فحاول بالحيلة والدهاء أن يستطيع أن يفرق ما بين الأحزاب ويهود بن قريظة. شلون يفرق بيناتهم؟ ذهب إلى يهود بن قريظة وأخبرهم، ذهب إلى يهود بن قريظة وأخبرهم بأنه قال لهم: هؤلاء الأحزاب إذا خسروا المعركة وتراجعوا ذهب كل إلى أهله، كيف يكون موقفكم أمام المسلمين؟ كيف يكون موقفكم أمام المسلمين؟ يعني اليهود شافوا القضية جدا معقولة فعلا، إلى خسروا الأحزاب، يعني المسلمين راح يقتلون اليهود وبكل سهولة. فاليهود قالوا لنعيم ابن مسعود، قالوا له: وما العمل؟ هو يعني اليهود عبالهم يعني جاي ينصحهم. قال لهم العمل بأن تأخذوا رجالا من قريش وتضعوهم رهائن عندكم، هذه الرهائن مقابل انه قريش تصدق في وعدها اتجاهكم. يعني هاي الرجال اللي تاخذوهم من قريش كرجال مثل الرهائن تبقوهم عندكم حتى انه من يصير انسحاب او هزيمه للاحزاب، على الاقل هذه موجوده رهائن، فقريش ما بعد ما تقدر انه تعيفكم او ما تقدر انه تتركوا. وثم ذهب من يهود بن قريظة نعيم بن مسعود إلى قريش أو إلى بعض الأحزاب، قال لهم: إذا جاءكم بنو قريظة وأخبروكم بأنه يريدون رهائن تبقى عندهم، فلا تعطوهم هذه الرهائن، لأنني عرفت من خلال اجتماعي بيهود بني قريظة بأنهم يريدون قتل هذه الرهائن. فأصبح هناك يعني خلق إرباكا واضحا ما بين هؤلاء. فعندما جاء بنو قريظة وطلبوا وتباحثوا مع قريش وطلبوا منها كرهائن تبقى عندهم، قالوا لهم: لا نعطيكم أي شيء لأننا عرفنا بأنكم تريدون قتل هؤلاء. لذلك استطاع هذا الرجل نعيم بن مسعود أن يفكك التحالف ما بين اليهود، يهود بنو قريظة والأحزاب أو العدو، وبذلك تخلص المسلمين من محنة كبيرة وهي محنة اليهود، لأن اليهود كانوا سيهاجمونهم من الخلف وهو أمر لا يطيقه المسلمون. الصور واضح هذا اللي دا نتكلم به؟ لحدنا أكو سؤال علماء؟ طيب، 10,000 مقاتل اللي وصلوا من الأحزاب، هناك 4,000 مقاتل من قريش. احنا قلنا 10,000 مقاتل من الأحزاب تقدموا لقتال المسلمين، من هال 10,000 4,000 مقاتل
من قريش. طيب، وسبعمائة مقاتل من بنو سليم، وسبعمائة مقاتل من بنو سليم، وألف مقاتل من قبيلة فزارة. ألف مقاتل من قبيلة فزارة، وحوالي 350 مقاتل من باقي القبائل. أكو قبائل صغيرة. وصل هؤلاء، هذا الجمع الكبير المدجج بالسلاح، والذي كان جمعا كبيرا جدا لا طاقة للمسلمين به، وصل إلى وفوجئ بالخندق. هذا الجيش الكبير فوجئ بالخندق. المسلمين حفروا هذا الخندق بستة أيام وبجهود عملاقة، وحتى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله كان قد شارك في حفر هذا الخندق، وكان يعمل حاله كحال أي مسلم يعمل في هذا الخندق. فوجئ هذا الأحزاب، فوجئت بهذا الخندق. ولم يستطع أحد من الأحزاب عبور هذا الخندق إلا خمسة مقاتل، من بينهم فارس مشهور بالشجاعة عند قريش وعند العرب جميعا، هو عمرو ابن عبد ود العامري. طبعا عبد ود صنم، عبد ود يعني احنا مثل ما شلون كان يسمون يطلقون عبد على آلهتهم، شلون احنا نسمي هسه عبد فلان، عبد الحسين، عبد محمد، عبد الله الى اخره، لان كان هناك اسماء مثل عبد العزة وعبد اللات، يعني قائل حامل اللواء في معركة أحد كان طلحة ابن أبي طلحة، لكن هو يسمى بالحقيقة عبد العزة. أيضا هذا عبد أحد الأصنام الذي يطلق عليها ود، عمرو ابن عبد ود العامري، كان شجاعا مشهورا، وكان العرب يخافونه ولا أحد يجرؤ على مبارزته. فصاح من يبارزني، فرفع فتى صغير لا يبلغ العشرين من عمره اسمه علي ابن أبي طالب، رفع يده قابلا بمبارزة هذا الفارس القوي والشجاع. وعلى الرغم من عدم قبول هذا الفارس بمبارزة هذا الفتى الصغير، لكن الفتى الصغير أصر على ذلك. فلما بدأت المنازلة ضربه الإمام عليه السلام بضربة سيف قطعت رجليه الاثنين، وسقط من فرسه ميتا. وكانت هذه، انتوا تعرفون يعني احنا الان بالعصر الحديث نجد ان الحرب النفسية اقوى من السلاح. يعني احد كبار استراتيجيين الحرب والسياسة الحديثة اللي هو وزير خارجية أمريكا السابق هنري كيسنجر، كتب مقالا في مجلة أمريكية اسمها Foreign Affair، يعني أنا اطلعت عليها هاي المجلة. Foreign Affair بالعربي معناها شؤون خارجية. كتب مقالا عن ما تسمى بالسايكولوجيك ستورز، يعني الحروب النفسية. الحروب النفسية، هذه الحروب قال بأن المستقبل، أن المستقبل سيكون بأن هنا لم يعد هناك داع لحروب الأسلحة،
والطائرات والصواريخ. ستكون الحروب النفسية أقوى من هذه الأسلحة، لأن العالم، أنتم كما تعلمون أن العالم الآن أصبح قرية صغيرة، small village، قرية صغيرة. هذه القرية الصغيرة شلون صارت قرية صغيرة؟ بواسطة ما يسمى بعلم الاتصالات، سواء بالإنترنت، سواء بالقنوات الفضائية، بالصحون، سواء بالاتصالات السلكية واللاسلكية أو الموبايل. أو أصبح العالم، يعني أنت الرسالة مالتك خلال أجزاء الثانية توصل إلى أقاصي الأرض، أو صوتك يصل إلى أي مكان أو بقعة بالعالم. كذلك الحالة الآن، نرجع إلى ضربة الإمام علي عليه السلام، فقد انهارت نفسية العدو، أي الأحزاب، انهارت نفسية العدو انهيارا كاملا. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله قال إن ضربة علي هذه تعادل عبادة الثقلين، والثقلان هما ما يعني بالأنس والجن، الثقلان ما يعني بالأنس. وهذه الكلمة أيضا تجي، شما معناها هاي الكلمة الثقلان؟ كتاب الله وعترة أهل البيت. إذن أصبح هناك انهيار، وكبر المسلمون تكبيرة عالية سمعها جميع ما في المدينة. الأربعة الباقين اللي عبروا من فرسان، اللي عبروا الخندق مع هذا الرجل عمر بن عبد ود العامري، تراجعوا وانسحبت الأحزاب خائب. طبعا هو السبب كان الخندق. يعني رأي الصحابي الجليل سلمان الفارسي كان رأيا عظيما ومصيبا. يعني لولا الخندق لما استطاع المسلمون أن يقهروا جيشا بهالكثافة، عدده 10,000 مقاتل أو رجل. واضح هذا الحكي أنا؟ واضح؟ من هو عدة لحد الآن سؤال؟ فضلاً عن ذلك، فقد أرسل الله سبحانه عز وجل عليهم البرد والعواصف. يعني أنتوا تعرفون المسلمين باعتبار هم أصحاب الأرض أو أصحاب المكان، يعني استطاعوا أن يجدوا لنفسهم مكان يستطيعون أن يجلسوا فيه. لكن هذا العدو القادم بدأت تحصد العواصف والبرد، وهذا مذكور في سورة الأحزاب الآيات من 9 إلى 25، فقد ذكرت هذه الغزوة بشكل تفصيلي. ومن المؤسف إن بعض المسلمين من رقاق ومن ضعاف النفوس، والذين لم يدخل الإسلام قلوبهم في سبيل أن يهربوا من هاي المعركة ويتخلصوا من هذا الحصار المر اللي دام شهر، لأنه العدو فرض على المسلمين حصار بينهم وبينهم الخندق لمدة من 20 يوم إلى شهر. فعانى المسلمين ما عانوا من جوع ومن برد ومن عطش. فبعض المسلمين هؤلاء من ضعاف النفوس والذين لم يدخل الإسلام قلوبهم بدأوا بالتردد، وأخبروا
النبي بأن لديهم نساء تركوها لوحدها أو منها القبيل أو أطفال، وقسم منهم قالوا بصراحة لقد وعدنا رسول الله بأن يعطينا كنوز قيصر وكنوز كسرى، فلم نحصل على شيء منه سوى البرد والعطش. شوف يعني لاحظ هذول بعض المسلمين، وهذا والقرآن الكريم كان شاهدا على هؤلاء المنافقين، لأن ذولا كانوا أصلا يعني داخلين الإسلام بطريق الخطأ، يعني الناس مسلمين ولكنهم ليسوا بمؤمنين. إذن إحنا علينا هسا شنو العوامل إذن اللي جعلت الأحلاف تتفرق؟ هسا نجي على عوامل اللي جعلت الأحلاف تتفرق أو تفشل، أسباب فشل هذه الحملة، أسباب فشل هذه الغزوة ما هي؟ اختلاف القبائل فيما بينها، لأنه المعركة أو الحملة هال10,000 كانوا ليسوا بمتجانسين، يعني قبائل مختلفة. يعني كانت قريش في معركة أحد أو معركة بدر تجي وحدها، لكن الآن مجموعة من القبائل، وتتعرفون يعني أكو مشاكل ما بين القبائل. هاي الجزيرة العربية هي جزيرة مجموعة قبائل، كل واحدة تعرف الأخرى ولديها مشاكل في سواء اعتداء أو سواء أموال أو قتل أو إلى آخر. فاختلاف القبائل سواء في زارة مع قريش أو غطفان مع قريش، اختلافهم فيما بينهم جعلت الأمور أنه جعلتهم يتخاذلون عن الهجوم. وثانيا مصرع فارسهم الأكبر والشجاع عمرو ابن عبدود العامري، والثالثة الذي تكلمنا عليها هو عمل نعيم ابن مسعود بتفرقة يهود بني قريظة عن قريش، لأنه لو تدخلت يهود بني قريظة بالمعركة لكان الأمر مختلف، لأن ذول اليهود راح يطعنون المسلمين من الخلف، ومن السهولة بمكان أنه ينتصرون عليهم، لأن ذول العدو الأقرب مثل ما يقولون يهود بنو قريظة لعدو الأقرب اللي عايشين مع المسلمين. زين. ورابعا قلنا ما بعث الله عليهم من ريح وعواصف واشتد البرد فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم اللي كان يتحمون عليها، ولذلك لم يستطيعوا مواصلة حصار المسلمين. الآن هاي 4 نقاط جعلت الأحزاب تتفرق بشكل كامل وترجع خائبة عن قتال المسلمين. ونقدر نضيف نقطة خامسة لهالموضوع هذا، من يقول لي إنه وش نقدر نضيف لها الـ4 نقاط؟ حفر الخندق، وطبعا هذا أهم شيء، يعني هو لو ما الخندق كان ماكو داعي للحصار، ويبقون شهر ويذوقون لوعة البرد ولوعة العواصف وإلى آخره، كان اشتبكوا بنفس اللحظة بنفس اليوم، فكان الخندق حاجزا حاسما و ضد الوصول إلى المسلمين. بالمناسبة الرسول الكريم عندما انسحب الأحزاب
ورجع الأعداء، بالتأكيد أنه رجع هو المسلمين إلى المدينة، رجعوا إلى بيوتهم. فهبط عليه الملك جبرائيل وسأله: أو نزعت سلاحك يا رسول الله؟ يعني هل نزعت سلاحك؟ فطبعا الرسول هو كان طبعا هو في البيت، يعني طبعا إنه هناك. قال له: نعم. قال له: الملائكة لم تنزع سلاحها. فطبعا الرسول استفسر إنه عن السبب اللي إنه يدعوه جبرائيل إلى القتال مرة ثانية، ثم تأكد بأن الملك الأعلى يقصد يهود بنو قريظة. يعني إجا أمر إلهي بمقاتلة يهود بنو قريظة، فلذلك نادى على المسلمين وأخبرهم بأن لا تنزعوا سلاحكم حتى تقاتلوا أو تجلوا يهود بنو قريظة. وفعلا المسلمون لبسوا السلاح مرة ثانية وتوجهوا إلى أطراف المدينة لقتال اليهود. زين، هسا نيجي إنه شنو يعني شنو التبريرات أو شنو الأسباب اللي جعلت المسلمين يقاتلون بنو أو يهود بنو قريظة؟ شنو الأسباب؟ من يقول لي؟ تفضل. التآمر. التآمر. بلي وبعد. نقض العهد. انتوا تتذكرون احنا تكلمنا على الصحيفة التي كتبها الرسول حال وصوله إلى المدينة عندما هاجر من مكة إلى المدينة. احنا كنا نعرف أو أخذنا في درس سابق أنه ما إن وصل الرسول صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة حتى كتب صحيفة، هذه الصحيفة قلنا في وقتها بأنه هي أقدم دستور في تاريخ العالم، هاي الصحيفة. وهذه الصحيفة كانت هي دستور لتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل المدينة. من ضمن هاي التنظيمات علاقات اليهود مع المسلمين، وقلنا أكو فقرات كثيرة من الصحيفة ناقشت هذه العلاقات التي بين اليهود والمسلمين، من ضمنها بأن أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله أعطى الحرية لليهود في ممارسة ديانتهم وطقوسهم العبادية باعتبارهم من أهل الكتاب أو ما سمي فيما بعد بأهل الذمة. والنقطة الثانية أنه على اليهود إذا حصل عدوان على المدينة فعلى اليهود أن يشاركوا المسلمين بالدفاع عنها. ليش؟ لأن هي مثل ما هي المدينة مدينة المسلمين هي أيضا مدينة اليهود، لأن أيضا هم كانوا يشاركونهم بالسكن والعيش فيها. إذن أكو اتفاقيات. فبحالة من أصبح هناك عدوان على المدينة مباشر من قبل هذه الأحزاب، لم يشارك اليهود بالدفاع عن المدينة، بالعكس أصبحوا ضد المسلمين وبدأوا يتآمرون ضدهم. وبالتالي فقد نقضوا العهد المبرم ما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله والمسلمين، يعني نقضوا كل العهود. فضلا عن ذلك ونقطة أخرى،
بأن اليهود بدأوا ينافقون ويتملقون إلى قريش فينقلوا لها كل أخبار المسلمين بتحركاتهم، بأعدادهم، بعدد أسلحتهم، بعدد خيولهم إلى آخره. هاي المعلومات كانت تنقل إلى قريش أول بأول. وثالثا في النقاش اللي دار ما بين بني قريظة وقريش، إنه بني قريظة فضلت دين المشركين الوثني على الدين الإسلامي. بعد ذلك كله إنه لم يبقى هناك بين المسلمين واليهود، يعني المسلمين بعد ما عندهم أي عائق لقتال اليهود. وحاصرهم المسلمين، حاصروا اليهود لأيام، وبدوا اليهود بالاستسلام بعد نفاذ ذخيرتهم وأكلهم وشربهم وماءهم. وهنا طالب الرسول صلى الله عليه وعلى آله من الصحابي سعد ابن معاذ، وكان حليفا لبني قريظة. هذا الرجل هو زعيم الأوس، أي زعيم الأنصار. طلب منه أن يفتي أو أن يعطي رأيه بماذا يفعل المسلمين ببني قريظة. يعني قال لسعد بن معاذ: لك الرأي إنه ماذا نفعل ببني قريظة. فسعد بن معاذ قرر أن يقتل رجالهم وتسبى نساءهم وتصادر أموالهم. إذن تقتل الرجال وتسبى النساء وتصادر أموالهم، أي أن تصبح أموالهم غنائم للمسلمين، تقسم بالقسمة المعروفة. وما بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: وما غنمتم من شيء فلله خمسه ولرسوله واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني تقسم على شكل أقسام، على أن يكون خمسه للرسول الكريم يفعل به كما يشاء. وفعلا قتل رجالهم وأصبحت نساؤهم جواريا أو سبايا عند المسلمين. بالمناسبة أكو كثير من الأبحاث لا تصدق هذه المقولة. يعني تسأل سؤال: لماذا قتل، لماذا قتل الرسول هؤلاء؟ وهل من أخلاق الرسول قتل هؤلاء اليهود؟ طبعا احنا كمؤرخين لا يمكن ان نناقش الامور عن طريق العواطف. احنا عندنا وثائق، عندنا مصادر، هذه المصادر تجمع جميعا، سواء مصادر السيرة النبوية اللي من ضمنها المغازي للواقدي، السيرة النبوية لابن هشام، والتواريخ اللي منها ابن الأثير والطبري وغيرهم، كلهم يجمعون بأن الرسول الكريم قتل هؤلاء. وهذا على رأي سعد ابن معاذ الذي كان زعيما للأوس وحليفا لهؤلاء اليهود. لكن هناك بعض الأبحاث تقول عكس ذلك، تقول إن أخلاق الرسول لا تسمح له بقتل اليهود. الآن أقرأ عليكم القرآن الكريم وتفسيراته. طبعا احنا قلنا سورة الأحزاب
من الآية 9 إلى الآية 25 تهتم بغزوة الأحزاب. راح نقرأ لكم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. شوفوا هنا القرآن الكريم يذكر العواصف اللي دسها على الأحزاب: لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم. طبعا هذا شنو من فوقكم ومن أسفل منكم؟ يعني بمعنى من أمامكم العدو اللي هم والأحزاب، ومن خلفكم اليهود. طبعا هذا استنادا على التفاسير القديمة، يعني أنا من جاي أفسر لكم جاي أستند على تفسير الطبرسي وتفسير الطبري وتفسير الرازي وكل التفاسير القديمة اللي من الممكن الاعتماد عليه، وكلها تشترك بهذا التفسير، كلها تشترك بهذا المعنى. زين. ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوف احنا ايش قلنا؟ قلنا اكو ناس من المسلمين هنا يذكرهم القرآن يقول قلوب في قلوبهم مرض، ذول المنافقين وذوي القلوب الضعيفة وذوي الإيمان الضعيف، ذولا حتى وصلت بهم يقول إنه رسول الله وعدنا بأموال كسرى وأموال قيصر فلم نحصل على شيء سوى البرد والجوع، وقسم منهم الذرع بأنه نساءهم واحد عافوها وحدهم في البيوت ولذلك إنه ما يستطيعون مواصلة المعركة، في حين إن النبي نفسه عاف نساء. وحتى المسلمين بأجمعهم هؤلاء 3000 اللي تهيئوا لقتال الأحزاب كانوا كلهم عايفين نساءهم في بيوت. زين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة، يعني أكو نساعدنا، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الآن نأتي إلى الآية 26 من سورة الأحزاب. لاحظوا هاي الآية: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. لاحظوا، إذن ظاهروهم بمعنى حالفوهم أو تظاهروا معهم، يعني الأحزاب منو اللي تآمروا وياهم؟ أهل الكتاب اللي هم منو؟ التوراة اليهود. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيمهم. صياصيمهم معناها حصونهم، لأن اليهود كان وين يقعدون؟ بحصون. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون ويأسرون فريقا. إذن القرآن الكريم يدلنا من خلال هذه الآية بأنه المسلمين بعدين قتلوا فريق من اليهود وأسروا فريقا. من الفريق اللي قتلوا؟ الرجال، والأسرى منه؟ النساء. يعني هذه آية قرآنية صريحة لا تقبل الخطأ، وسبحانه عز وجل سبحانه عن الخطأ. وإذا ترجعون إلى التفاسير، ارجعوا إلى تفاسيرنا نحن الشيعة، إلى تفسير الطوسي إمام الطائفة، ستجدون بأنه يفسر هذه الآية بقتل المسلمين لليهود وسبي نسائهم.
فإذا نحن ليس هناك لدينا شك بقتل المسلمين لهؤلاء، وهؤلاء يستحقون القتل، لأنه أولا أصبحوا منافقين ونقضوا العهود التي أبرموها مع المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وبذلك لا يمكن أن يجعلهم المسلمين يمكثون في المدينة.